إذا نرجع للجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج وحش الشاشة. نذكر أن ضيفنا الرئيسي الأستاذ عماد الحمامي، الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة، وينضمون أيضا ضيوف هذه الحلقة لإثراء النقاش وللحوار. معنا الأستاذ الناشط السياسي محمود البارودي، أهلا وسهلا بعد غياب طويل. مرحبا. مرحبا بك. سمعت بسي عماد موجود. مرحبا بك. قلت ما نجمش ما نجيش. نورتنا. ما نجمش عايش. نورتنا سي محمود، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معنا أيضا السيدة وسيلة الحبلي، أم فخري الأندلسي، المحكوم المواطن التونسي المحكوم بالإعدام في دولة قطر، اللي أثار ضجة في المدة الأخيرة. مرحبا بك سيدة وسيلة. عايشك عايشك. نورتنا، أهلا وسهلا. لاباس عليك. عايشك عايشك. عايشك، مرحبا بك. عايشك. معنا أيضا مع السيدة وسيلة السيد سلاح المالكي، أحد أقارب فخري الأندلسي. مرحبا بيك سي سلاح. بيك عايشك. شكرا. أنت شنو تعمل سي سلاح؟ أنا والله مقدم بالخارج، كملت قريتي في أمريكا. في أمريكا تعيش؟ حاليا رجل أعمال في أمريكا. واضح. مرحبا بيك سي سلاح. ومرحبا بالسيدة وسيلة. بعد إذنكم نبداو مع السيدة وسيلة، لأنه حالتها نوعا ما تعبة شوية، تعبناها اليوم. نبدأ بالقصة من الأول سيدة وسيلة. فخري الأندلسي محكوم في دولة قطر بالإعدام، وأنت منذ مدة طويلة وأنت بقلب الأم، بصوت الأم، تنادي وتصرخ وتستنجد وتستغيث وتحب شكون يقف معاك لإنصاف ولدك، لإنقاذ ولدك، وهذا معناها قلب الأم. الأم ما ينجم يلوم عليها حتى واحد. الأم عندها مقاييس واحدة، هي الأمومة، هي المحبة، هي أن ولدها، وهذا ما حتى واحد ما يناقش فيه. واليوم أنا في وضع معناها في الحقيقة معناها خدمتنا ساعات تحطنا في أوضاع حساسة ديليكات على الأخر. أنا في وضع حساس قدامي أم، نقدرك ونحترمك كأم ونحترم مشاعرك ونتفهم زادة اللي باش تقوله كل. وأيضا عندنا قضية موجودة في دولة قطر، موضوعها الإرهاب، ولدك متهم بالإرهاب ومحكوم بالإعدام. ما نعرفوش الملف، ما شفناهش، ما نجموش نحكموا عليه. كيفاش تحاكم؟ هل توفرت له محاكمة عادلة؟ هل شنو الخفايا؟ شنو الكواليس؟ شنو عمل؟ اللي نعرفوه أنه محكوم بالإعدام بتهمة الإرهاب والقتل وكذا، هذه التهم اللي توجهت له وتحكم على أساسها. من بعد حسب مصادر مطلعة وموثوقة قطرية وتونسية، وإحنا تبعنا الموضوع هذايا، رئيس الجمهورية بدأ مساعي في حل هذه المشكلة منذ زيارته لقطر. منذ زار أول مرة قطر رئيس الجمهورية بادر وفاتح أمير قطر في هذا الموضوع، في هذا الملف، وتعاطف معاك واسأل على المواطن التونسي هذايا شنية ملف وشنية قضيته، وحاول أنه يلقى حل. ثم رئيس الجمهورية عاد إلى تونس، وكالعادة في مكالمة أخرى بينه وبين أمير قطر عاود جبد له على الملف، ولو أنه ملف كان حساس برشا. ثم استجابة للصرخة نتاعك ولنداءات عديد التوانسة ولنداءات عديد السياسيين، رئيس الجمهورية مرة أخرى يتصل بأمير قطر المرة هذه آخر مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام، ويطلب منه تأجيل هذا الحكم، تأجيل تنفيذه أو استبداله، هذا اللي جاء في بلاغ رئيس رئاسة الجمهورية، أو استبداله بعقوبة بديلة. ولكن في هذا الكل ثم شخص لعب دور كبير برش، بدون أضواء وبدون ضوضاء، ونعرفوا دوره الكبير. والدور الرئيسي اللي لعبه هو السيد علي الحفصي، الوزير في الحكومة الحالية، اللي عنده علاقات متطورة جدا في قطر بأمير قطر وبعائلة أمير قطر، واللي وظفها واستعملها في الضغط لفائدة هذا الملف. وسي علي الحفصي عمل دور كبير برشا بصراحة، ولو انه ما لا تكلم عليه ولا طلب باش يتكلموا عليه، ولكن كلمة حق، لعب دور كبير برشا وعمل اتصالات وكذا، وساهم في التحول اللي صار في ملف ولدك اللي هو تأجيل القضية. سيدة وسيلة، انا نحب نسأل، نعرف اللي انت معناتها يعلم بك كان ربي أم، وأكتفي بالقول أنك أم، ولكن ولدك اليوم محكوم بالإعدام، تحب ولا تكره، للأسف ما عندك حتى ذنب، ولكن ولدك محكوم بالإعدام في جريمة إرهابية. إسكو ولدك كانت عنده معناتها علامات التطرف وهو معاك في تونس؟ كان عنده توجهات متطرفة؟ عنده، احكي لي على ولدك اللي تعرفه اللي بحذاك في تونس. كان مستحيل
يستحيل ولدي كان عنده حاجه كما هذه. ولدي متربي، ولدي مثقف، ولدي قاري، ولدي صديق العبيد، خطيه زيد والناقص من الكليه للدار ومن الدار للكليه، ولدي خطيه. لو كان نعرف ولدي عنده حاجه كما هكا، اللي لول قدام سيد تميم، قدام رئيس الدوله، قدام الحكومه التونسيه نطلق عليه بيدي. لما كناه ولدي ما عندوش، نتمنى على ربي تميم يرجع للدوسي نتاع ولدي ويجيب لي حاجه هكا اللي تثبت اللي كونه ولدي عامل. طلعت على الملف انت، قالوا لك عليه الملف ايش فيه؟ لا لا لا. به ولكن معناها من حقك، من حقك تدافع على ولدك، هذا ولدك، مش تخلي ولدك، مستحيل تطلبش من ام انها تشهد ضد ولدها. يبكي كل مره يقول لي يا امي راني ما نعرفوش، ما عنديش به علاقه، ما نعرفوش، جمله واحده ما نعرفوش، هو بيدو معناش مش نقول لك داخله في غوله، داخله في غوله، هو داخله في غوله وانا داخل في غوله. يعني امراه عمري 80 سنه وهذيك الكعبه اللي لطف فيها وفي ربي ومشى يخدم عليا، يعني خدمت عليه وكبرته ورديته فك القد هذاك، خذني مساج نتاع الانجليزيه. تتصور في مخك يمشي تهر طيب يمشي قطر يعمل حاجه مش باهيه؟ ما نتصورش ولدي يعمل هكا. اني كنا نتصور ولدي يعمل هكا، اني بيدي نقتله. انت بيدك تقتله؟ اني بيدي نأمر عليه يقتله. علاش واثقة علاش واثقة من هذاك؟ خاطر ولدي ما يعملش، مربي مربيته تربية نتاع حتى نتاع فضيلة نتاع نتاع شنو تفسيرك سيدة وسيلة أنه قضاء كمام جهاز القضاء في دولة قطر والمحكمة استنى تعمل تحقيقاتها، تعمل تحرياتها، ثم تحكم عليه بالإعدام وتوجه له التهمة وتثبتها عليه بلاش محامي وتنتهي بالإدانة؟ بلاش محامي بحكم عليه بلاش محامي بلاش محامي يجي يتكلم ما يخليوش يتكلم بالكل ما يخليوش يتكلم بالكل بالكل. وش معناه؟ فما قشله ما فيهاش كاميرا، التواليت نتاعهم فيها كاميرا، الجامع نصليو فيه كاميرا، كان القشله ما فيهاش كاميرا. سكنه. ما فيهاش كاميرا. سكنه. ما فيهاش كاميرا، ندخلوا حتى مشيت لقطر وطليت عليه ويرحم والديهم، فرحوا بيا وحظوا بيا وعملوا بيا جميع نكره، جميع نكره. جميع الكلام عملوها بي تدخل حشو يعني فرحوا بيك واستقبلوك وهزوك شوفوا وهو بكلهم بالدوادية بالمطار بالكل بقطر فرحوا بيا ويرحم والدين والديهم ونشكرهم ونشكر الامير نتاعهم. لما كناه في سلطه هذه كي ندخل اني للجامعه نصلي نلقى الكاميرا وين، ندخل حشو ولدي بالراحه نلقى الكاميرا وين، جات على القشطه وتنحت الكاميرا. ما فماش كاميرا؟ قالوا لك ما عندهمش حتى. صحيح. قال لهم رجعوا الكاميرا، تو الكاميرا توريني اني شنو. قالوا لي تحرقت للمحامي. قالوا تحرقت؟ تحرقت. معناها ما فما حتى تصوير. صحيت صحيت صحيت. ولدك شنو قال لك؟ شنو قال لك وقتها وقت اللي قابلته غادي في الايقاف في السجن؟ قال لي ما عملتش. كي هو معايا مشيت انا معايا ومشي معايا حسن القنصل. القنصل نتاع تونس غادي. نتاع تونس غادي. قدامه قالوا يا عم حسن راني ما نعرفوش. يا عم حسن راني حاجه يبكي هبط فيها تبقى. قالوا له ما نعرفوش. كيف مش نقتل مش ثلاث شهور مشى فيهم مش يقتل فيهم؟ ثلاث شهور دول. ثلاث شهور هو قعد كهوا. هذيك ثلاثة شهور مشى فيهم وجاني الخبر يا سميم. يا تميم ولدي يا اسمك ولدي. مانيش تميم سميم. يا اسمك والله يا اعذرني بربي اعذرني وليت من يوميت. عندك حق عندك حق. اعذرني مشى فيهم ثلاثة شهور مش يقتل فيهم ويذبح فيهم. باش نرفوا عليك شوية. مشى يقتل فيهم ويذبح فيهم. عليك. ها؟ ثلاثة شهور. ثلاثة شهور ولدي متخبي من بلاصة لبلاصة خاطر ريقاتو في ماتو. ويخدم كل مرة مرة في مرمى مرة في مصر ويقضي في ولادها مرة 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 مرة. باش يجي في ثلاثة شهور هم ويعمل فيهم زي الكل. ما لبش تفسر الحكم اللي صار. انت فسر وحدك اللي قتل منهم فيهم. ما ندخلوش في التفاصيل شكون إيه قتل. اما انت يهمك ولدك. توا هذوما باش نقولهم لك. هذوما باش نقولهم لك يعني هذوما باش نقولهم ما عادش نجم نزيدك ما اكثر. يعني نكسر خيرهم، يكسر خير تونس، يكسر خير شيخ تميم اللي ما شوليش كبيتي، يكسر خير شحب قطر بكله، يكسر خير جميع تونس اللي بخلقها كلها. تعاطفوا معاك القطريين؟ رؤسائها بعدها كلهم. كلهم يرحم والديهم. تعاطفوا معاك القطريين؟ تعاطفوا معي. تعاطفوا معايا، وقف معايا السيد تميم يرحم بابي ويرحم والدين والديه ويكثر خير ويكثر. ورئيس الجمهورية في تونس في تونس ورب البرلمان الكل وأني برشا حاجات ننسيهم خاطرني امرأة تقصد ننت القل توا كيف معناها نقذوني من البلاد، نقذوني من ولدي خاطر هو إذا كان هو مات أنا نموت هنا. إذا كان هو مات أنا قدرت مش نموت. لطف عليك لطف عليك. قدرت مش نموت. لطف عليك لطف عليك. فقد ولدها فرد كعبة، وذاك أنا الوحيد اللي أنا ولادي فرد كعبة، عندي مهلة أساس كعبة. تصور أنت أم تفقد ولدها. تفقد ولدها بريء، والله بريء، والله بريء، والله والقسم بريء. ولدي بريء والقسم. شوفوا منهم فيلم القوى القادمة. لطف عليك سيدة وسيلة. ولد انا نحب نعرف ولدك شنو حكى لك؟ حكى لكش حاجات خاصه؟ حكى حاجات
ملفتة الانتباه حاجات هكا. شنو حكى لك؟ شنو قال لك؟ باش اعترف لك شنو قال لك وقت اللي قبلته؟ قبلته قال لي ما نعرفوش وميت. قلت له ما نعرفوش. ميت اش قال لي؟ قال لي يما هكا في قطر برا امشي اسال على مرت الراجل وقل لها شوف راجل عنده شي بنتويت عنده شي حاجة. قلت له يابا بيني باش نعرف نمشي لقطر نمشي نلوج على امه ولا نلوج على مرته ولا نلوج على شكون؟ وميت قال لي وصل الدمع هذا تصور انت هو يبكي ولا يبكي لا احسن تقولوا بلا انت نبكي وهو يبكي. يا امي قال لي ما تسع شهور يا امي انت باش نمشي نخدم على روحي ويعلم بيا ربي كيفاش نمشي نقتل. اي ولكن التهمه منين جات؟ ما نعرفش. عدى بحدا الثكنه شنو ما نعرفش. تعجبوا الكاميرا الكاميرا قصيت انت تفضل سيد تمي ثم كلام تقال قلت انت بديتوا انت في فيديو قلت انه المحامي نتاعو سي سيف الدين مخلوف محاميه في تونس اي خذا منك 100 مليون خذا مني 100 مليون ومشى 13 مره ومشى هو لدبوره وقابل لكن كنت تشكيت معناها الراجل معناتها من الاول مع تحط في قفص الاتهام 100 مليون الناس كل تونس كامله تحكي عليها وانت قلت كيفاش ياخذ لي 100 مليون ويعمل لي شيء لا 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 عن سلاح اني ما نجم نقول لك حتى شيء هو بيدو قال خذيت من عنده 100 مليون خذيت من عندي وخدم لي شنو كيفاش عملت خدم لي هو طلع براءة فخري ولدي في قطر وطردوه من محطة طردوه وين براءة محكوم بالاعدام فما الاعداد اللي عملها سيف مخلوف ما باش يقبلوها منه مالاش بك قلت عليه المرة الأولى كيك انا ما قلتش انا قلت كلمة باهي قاعد عطيته قلت عطيته ما قلتوش حاجة دنيا ولا ثبيت ولا عيط هو ما حبوا يدخلوها في حاجة أخرى ايوه وال100 مليون سيدة أنت معناتها مع احترامي لك بعت حاجات باش وفرت ال 100 مليون. اوهو. اش عندي فيه تو انا كي مشاو. سهل يا اخي واحد يوفر 100 مليون باش. كي مشاو لي هما ما مشاوش في دار. انا عاونتني يوم تلاقي لها. عاونوك عباد ولا. عاونتني العباد وعندي قطيعة ارض بعتها قلتها لوليدي بعتها باش. باش لميت 100 مليون. باش لميت 100 مليون. هذا محامي واحد خذا 100 مليون. واثنين. واثنين سموره هو. ومشاو قداش من مرة متصورين مع ولدي الباين مشاو ووقفوا مع ولدي ولدي لون قال لي يدافعوا عليا كيما حاب تجريها. واضح. يقول له ما تتكلمش الرئيس يقول لك ما تتكلمش قال له قيس سيف قال له خليه يتكلم برا روحه برا حقه خليه هو يتكلم واضح واضح نتمنى منهم ربي نتمنى ربي نتمنى ربي يخذوا لي بعين الرحمه نتمنى الله يخذوا لي بعين الرحمه نرجع لك نتمنى الله السيد سلاح المالكي انت احد اقارب فخري هو لا ولدي هو هو ولدي هو هو ولدي هو ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه ربي يفرج عليه سيدة هو ولدي هو هو ولدي هو هو ولدي هو يا سيدة وسيل هو ولدي هو سيدة وسيل هو ولدي هو يا بابا يا بابا اخويا يا بابا يا بابا اخويا يا بابا يا ربي يفرج عليه ربي كانوا بريء ربي يجيب براءته ان شاء الله تفضل سيدة وسيلة ربي يصبرك ربي يصبرك ربي يصبرك وربي يقويك ربي يصبرك وربي يقويك سيدة وسيلة نتفهم شعورك سي سلاح نعم. عندك ما تضيف على الكلام اللي قالته السيدة والله وسيلة اللي نضيفه أنا كنت في رحلة معناها نتاع بزنس أنا في قطر من أمريكا في قطر كان سبحان الله يوم الحكم بالإعدام الأول أنت وقتها غادي أنا كنت غادي فهمتني كلمتني زوجتي مهمة نتاع بزنس خدمة نعم يعني. أنا كلمتني زوجتي اللي هي بنت خال فخري قالت لي راهو فخري حكم الاعدام بصراحه يعني الخبر جاني صاعقه مشيت على طول للسفاره اليوم تقدم مشيت للسفاره كان السفير صلاح الدين الصالحي وقام بالواجب الحمد لله وقلت له انا شو الحل نعمل محامي عملنا المحامي الاولاني هو عصام شريف تونسي مقيم في قطر اللي ما عندوش حق يترافع ولا لا عنده حق لا عنده الحق هو المدير عكس ما قالوا البوريني تو فما نائب في مجلس النواب سي محمد عمار كتب تدوينه إعدام فيها فخري نعم عنده قال راهو معناها ثابت عليه التهمه ومن الاحسن انه ما زايد باش ندافعوا عليه والا باش تم تدوينه معناها نوعا ما ضد فخري نعم. الاندلسي وهو كان رئيس الجاليه التونسيه في قطر ويعرف ما كانش رئيس الجاليه ما كانش وقتها رئيس الجاليه وقتها كان رئيس الجاليه اما كان متخلي مش حالي وقتها اي هو كان قبل رئيس كان رئيس نعم أي. لما انا عملت عصام شريف المحامي هناك وبدا يترافع عليه اخونا محمد عمار مشى كتب تدوينه هكذا لا سمعنا بالشاب هو قبل كان ثلاثة شهور ما كلموش امه راهو ثلاثة شهور ما كلموهمش ما كان ضايع امه تسال عليه مش ما كانش موجود حسب ما حكى هو معناها كان انجكتيه هو كان معناها عملوا له معناها كان مخدر ما كانش فيه بروحه جمله مخدر؟ نعم اي شكون خدر؟
السلطات عندهم. علاش؟ قال لك شنو هما كي معنا سيف الدين مخلوب؟ قال لك لانه كان يقاوم في السلطات في ثلاثة اشهر يعني ما لا علينا. كي عملنا المحامي مشيت اموره شويه، من بعد فخري اشتكى من المحامي الاولاني قال لك راه يجيني يقول لي قول بركه معناها اللي انت عملته تو ندبرك فديه. كلمني قال لي سلاح هذا يبعدني. مشينا عملنا فخر الدين سيف الدين مخلوف وولد مورو شو اسمه ضياء. ضياء ومعناها سيح طلب الفلوس هذه الاثنين المحامين لانه كانت ظهرت برشا للتوانسه 100 مليون برشا برشا، لكن مبلغ كبير. الشهاده لله انا انا انا, أنا كنت مسؤول وانا كنت نسافر ونمشي ونجي. سافر 12 مره هو سافر 12 مره هو 12 مره ولد مورو 8 مرات. تصور انت في 12 مره التذكره قال شيء نسافر 3 ملايين 1000 دولار ديما 700 دولار معناها بين ما نعرفش اسوام بين 2000 و 3000 دينار معروفه السفره. هذا في الايكونومي ما نحكيش على الفيرست كلاس معناها. وماك تعرف انت بالاسبوع بالعشرة ايام اقل تيل 200 300 دينار هذا العادي. طبعا قطر غاليين الخليج غاليين مع اكل وشرب وتنقلات وتاكسي ومع فيزا 270 دينار. من غير ما ندخلوا في التفاصيل 100 مليون ماهوش كبيره ما تقبلش بعضها. ما تقبلش المحامي هو حر باش ياخذ اللي يحب. المحامي ما عندوش تسعيره واحده. زوج محامين ال 100 مليون قسموها زوج محامين وقال لا سيف لا ولد مورو خذ 25 ابار ال 100 مليون لا 25 من 100 مليون من 100 مليون من 100 مليون. لكن هذا مش موضوعنا مش موضوعنا مش موضوعنا. المحامي هو حر في تحديد التسعيره نتاعو بالضبط. اما احنا معناتها خاطر امراه كبيره قلنا كيفاش 100 مليون باش والله خويا يعلم بها هي مسكينه باعت ارضها واهل الخير بارك الله فيهم يعني عاونوها من تونس ومن برا من تونس معناها عاونوها ما شاء الله. راهي صرفت اكثر دوب مسكينه هي باعت لوراها لقدامها ما نكتبش عليك معناها باعت حتى ذهبها باعت كل شيء ما خلت حتى شيء. واضح دونك احكي لنا على تحكم بالاعدام تاجلت القضيه جاء سيف الدين مخلوف وضياء مورو وما شاء الله مشوا القضيه. سيف الدين اثار نقاط ما شاء الله كما حكيت الكاميرا قال لهم الكاميرا قالت تو نحضرك الكاميرا موجودين الكاميرا. بعد في الجلسه اللي بعدها قالوا لي الكاميرا كانوا معطلين. في الجلسة الثالثة قالوا لي كاميرا ما بقاش موجودة من الأصل. والمعروف والمعلوم أنه في قطر حتى في دورة مياه موجودة في الخليج الكاميرا في الخليج وخاصة قطر يعني ماشي في تطور كبير. هنا لا ندين القضاء القطري هنا ولا ندين معناها السياسة القطرية حنا نقولوا اللي معناها اللي ثم ناس لعبت بالموضوع وقع هو. ويقع أنا في أمريكا نعيش من 21 سنة ثم قضية واحد بعد 50 سنة ظهرت براءته. بعد حكم الإعدام هذا هو حكم بيت يعني حكم إدانة عندكم أمل في البراءة؟ البراءة موجودة. التنفيذ كان باش يصير. البراءة موجودة أستاذ سمير. كان باش يصير التنفيذ معناها في سويعات. ومشكور رئيس الجمهورية يعني صدقني في الدقائق ما نقولش الدقائق دقيقة 90 نقول في الوقت الضايع. أنا كنت موجود مع أمي وسيلة كنا قدام رئيس الجمهورية. وكان الأمن مش سهل تتدخل في ملف كما هذا. صدقني كلم أمه الساعة 4:30 نهار الأربعاء. قال لها يا أمي راهم لبسوني الكسوة الحمراء ويا أمي راهم جابوا لي المفتي يلقن فيه في الشهادة. يز اقسم بالله انا كنت امه يودع فيه انا شاهد عيان انا كنت موجود كلم امه يودع فيه الامن الرئاسي اي ولوا يبكوا انا كنت نهزها في مورالها كي سمعته هو قال المفتي جاء انا هربت ولت نبكي ما نجمتش لانه نفس ويقول لها يا امي ما تقصش التليفون خليني نبقى نسمع اسم صوتك حتى اللي يدخل عليه الرصاص معناها سيء لانه خرجوه قال لها ما تعلقش ما تعلقش خلينا نسمع صوتك للاخر ومشكور رئيس الجمهوريه صراحه والامن الرئاسي يعني رئيس الجمهوريه انقذوا من يعني صدقني يا سمير راهو قبل ما يتنفذ يا ولدي ثمك الايه بس انا اقول لك يعني انا احيي واميت رئيس الجمهوريه احيا نفس صدقني وقتها وكلمه حق يلزمنا نشكر سي علي الحفصي زاد سي علي الحفصي راهو قام بدور كبير في الكواليس ما 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 حكى عليه حد وما حكيت عليه انا حكيت عليه اي معناتها باش ننصفوا الناس لانه عنده علاقات متطوره برجل بألف انا نشكره من هنا ما نعرفوش شخصيا لكن الرجل هذا تدخل شخصيا لانه صديق امير قطر ايضا المصف المرزوقي صراحه واضح برشا تدخلوا راه اما رئيس الجمهوريه تدخل في دقيقه الضايعه هو اللي وقف كل شيء يا ولدي يا سمير انا مشيت تجري واحده من الامن الرئاسي تبكي مسكينه كلمه المستشار قال تو الرئيس الجمهوري تكلم قاعد يحكي رئيس الجمهوريه انا وقت اللي قال لي رئيس الجمهوريه لو خرجت في ماموريه بعيد شوي مشيت خذيت امي وسيله للسفاره القطري الامن هناك صراحه نقول له امشي لدار السفير يشوفوها منهاره ابنها مشي مشيت مسكينه عايت ما خرج لها حتى السبعة نتاع العشيه احنا وصلنا للدار ايسين انا بيني وبين قلت يعني نستنى في طفل مهزو على في نعش وامه ميته مسكين لانه امه مستحيل وحيد امه كذا يكلم رئيس الجمهوريه كلمها شخصيا رئيس الجمهوريه كلمها قال لها سبعة الدرجين قبلها كلمها خل تحكي لنا هيك كيفاش كلمك رئيس الجمهوريه
كلمني سبعة غدا نجي. نتاع الصباح؟ نتاع العشية؟ نتاع العشية اي. نتاع العشية. اي. قال لي يا امي وسيلة تهنى. راهو العدي موقف. مش هاي طحت. بقيت في روحي منهز طحت. ولدك كلمك قال لك راهو باش ينفذوا فيا حكم الاعدام. قلت لبست الجبة الحمراء لبسوا واحدة الحنكس الحمراء جابوا لي ماء. معناه باش يواخذوا على الشيء. مفتي اي. مفتي. تصور في مخك انت. تصورها في مخك. ما زلت ام وتوعى وتفهم. عندك. ما زلت. عيش ولدي يصلح حالك. راهو يقول ربي يقول الحق. رغم ينفعني حتى شيء ينفعني كان الحق. أكهو في الدنيا وفي الاخره. لا مال لا شغل لا صحه لا حتى شيء. نهار اخر تقف له الشهاده نتاع امه لا اله الا الله. نتمناها على ربي. نتمناها على ربي يشهدوا مع ولدي بالحق. ويقفوا مع ولدي بالحق. لما كناه نتمنى ربي وتهنيت اللي هنيتني هنيتني شعبي وهنيتني تونس وهنيتني قطر هنيتني قطر طرف 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 تميمهم بشعبهم برائب ملكهم. هو راو رئيس الجمهوريه سيده وسيله قالت انه هي ما تدخلتش من اجل البراءه، دخلت من اجل تاجيل التنفيذ ثم لا 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 ثم لا 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 ثم تنفيذ عقوبه بديله هكا مش يبدلوا ما يصيرش مش يبدلوا. المهم عندك انت الاعدام عطيتنا حالي واضح. المهم ولدك يقعد حي وتقعد تسمع صوته نسمع صوته يزي بالك تو ربي هو يتنغرلي ربي اللي خلق عليه الدرك اللي خلق لما يضيعنيش سيد الحاكمين اللي خلق لما يضيعنيش هكا هو واضح. سي محمود عندك ما تقول في قدام ام واحد من نجمي لا الكبده عندكم الكبده بكلكم عندكم الكبده ما تعرفوش على الباب باش ياتي ولدي فهمت ما كنتش تصور ولدي يمشي الحيط 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 ويكون يحذريني معني وتجيني ضربه كيف هذه معليه ابتلام عند الله محمود شنو ربي شنو يوقف له شنو ولاد الحلال في سنيك ان شاء الله اللي راضي عليهم وديهم خلي يقول كلمه ما تخافش ماهوش باش لا لا نعرف الحقيقه ما تنجم تقول حتى شيء سمير في الوضعيه هذه كان تشكر المسؤولين اللي ساهموا على الاقل انه ولدها يخرج من هالمحنه هذه ويخلينا احنا نعاود نفكروا زادة في عقوبه الاعدام. معناتها في عقوبه الاعدام في بلادنا لانه عنا برشا محكومين بالاعدام في بلادنا وفي العالم العربي بصفه عامه. معاه تونسي اخر محكوم ب 25 سنه. 25 سنه المشكل انه هالاعدام هذا ما عادش يرجع الحاله الى طبيعتها، سي ريفرسيبل معناتها. واحد يتحكم بالاعدام ويتعدم حتى كان يظهر بريء من بعد الله يرحمه ما نجم نقولوا كان الله يرحمه. الحاجه اللي نحب ناكد عليها انه التوانسه الكل بنسبه 95-99% من التوانسه تعاطفوا معاها بعد الفيديو وانا نوجه تحيه شكر للتوانسه اللي تعاطفوا معاك اللي هما وصلوا صوتك الرئيس الجمهوريه بارك الله فيه اللي هو الدخل يرحم والدي ويرحم والدي يرحم والدين والدي وان شاء الله وان شاء الله نهار يلقاه هو يتعرض له الخير اللي عملوا له ناديه معناتها اللي عملوه الكل يرحم والديهم والكل خليني نقول الناس الكل اللي وقفوا معاك والتوانسه اللي وقفوا معاك بشعبها بكلها معناتها خليه يتكلم سيدي اليوم اليوم راهو الهبه هذيك وراتنا انه المسؤولين نتاعنا مازالوا يسمعوا شويه في شعبه عندهم وهذا هو الحاجه الباهيه معناتها مازالوا يسمعوا معناتها وقت اللي رئيس جمهوريه يتصل بيك انا ما عادي كان يرحم والدي وان شاء الله ربي يتعرض له نهار اخر واللي يخدموا معاه خاطر هذه مساله انسانيه ما نجم حتى حد الحقيقه انا ما نجمش نتكلم وما نتصورش روحي في الوضعيه نتاعك وكي يخمم فيها اصلا ننهار معناتها انا توا حسيت انه ماذا بيا نقولوا سمير اكاهو يزي حتى الحلقه ما عاد عندي ما نقول فيها بعد اللي سمعته سي عماد الحمام هذا هو يعني معناها تعاطف واحد ما يلقاش العبارات باش يتعاطف مع الام هذه هذا موضوع إنساني أنا بدوري نشكر سيد رئيس الجمهورية نشكر سمو الأمير وإن شاء الله اللي جاي أحسن تو معناها تجنبنا أنه يقع التنفيذ فما تأجيل في انتظار النظر في عقوبات بديلة يلزمنا نقعدوا نخدموا باش الام هذه مسكينه ما تتقهرش في هو 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 المشكله هي. المشكله القضائيه والقانونيه الوحيده انه حكم بيت سي سلاحة حكم بيت لانه تعدينا للتنفيذ يعني هو حكم غير قابل لا للاستئناف ولا للتعقيب ولا فما درجه اخرى من درجات التقاضي والقضاء يعني حكم بيت الامل الوحيد اذا الملف خاطر احنا ما طلعناش على الملف ما نجموش نحكمه
ما نجموش نقولوا ما نجموش نناقشوا قرار قضائي واحنا الملف مش قدامنا. اذا معناتها فما امل في العفو الخاص والا لا فما خبير به يعني بعد تدخل رئيس الجمهوريه وعديد الاطراف نعودها على الاطراف رئيس الجمهوريه هو يعني كما كنت تحكي عليه الحفصي الغنوشي سيف الدين مصطفى مرزوقي مشكورين كلهم فما وعد من امير تميم باعاده فتح الملف من جديد اعاده المحاكمه اعاده نعم وفتح هو وتكوين لجنه يكون فيها سيف الدين مخلوف اللي هو المحامي الرئيسي عضو في هذه اللجنه هذا من كلام ايضا النائب العام المري اللي كان جنب تاعه هو ايضا وزير حقوق الانسان فاخبر هذا شفته انا ايضا حتى على الجزيره انه مباشره ما اظن انه الامير احنا تعهد باعاده فتح تحقيق اعاده النظر لجنة النظر في القضيه هذه واضح اذا كان ثم معطى نوعي معناه ممكن وزاد صلاحيه العفو الخاص معناها الحلول موجوده العفو الخاص اذا ما ثم قانون في العفو الخاص في حكايه الارهاب ما نعرفش يطبق عليه العفو الخاص ولا لا سمير فماش موضوعين على كل حال احنا طالبين انت 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 تقول نحكي على قضيه قرار قضاء احنا نحكي استاذي قضاء هذه قضيه قتل في ثكنه معناها مش مربوطه بال اي القرار نتاع الحكم في نص الحكم فما كلمه الارهاب موجوده ونص الحكم قاعد يدور لانه الشباب تكلموا كذا كذا يعني فهمتوا لا فاضافوها يعني للملف اما يعني هي القضيه قضيه قتل معناها جنائيه معناها ماهيش ارهابيه احنا اليوم عندنا الجانب الانساني اليوم عندنا الجانب الانساني فقط الجانب الانساني معناها يخلينا نتعاطفوا مع الام اللي مسكينه معناها مشات في جرة الحكايه ذي وتعبت وتعبت مهم انه الجانب هذا معناها يكون فما اجتهاد فيه مهم من الاطراف الكل هو توا سمعنا فما قالت كلمه عجبتني يعني قالت وقيل بنيه ناديه الطفله ناديه خاطر توا خونا سما برشا رجال تكلموا ولكن فما ناديه اللي بارك الله فيها واللي هي قالت الطفله ناديه عاونتني عكاش اللي عاونتني عاونتني ويلزمنا نعطيوها حقها خاطر المراه هذه ونسمع عليها كان في النهار كامل تاكل في العصا ناديه عكاش ناديه عكاش استقبلتنا في مصر انا اخزر معناتها يلزم راهو لعبت خلينا نخرج منها يرحم والديهم الكل قبل والدي فرحوني لجتها بالتهانيه ولو انه خول في بدني وليداتي من قبل معمول لكم الرب راكم اولاد وراكم عندكم كبده وعندكم رحمه اسي سمير استقبلتنا نادي عكاشة في القصر والرئيس ايضا ونادي عكاشة قالت لها انا نحسبك اخويا وراني امي كلمتني شخصيا وقالت لي هذاك اخوك امي قتلت امه متليعه مشكوره نادي عكاشة جدا جدا مشكورين الكل السيده وسيله نعم امي وسيله عندك حق ولدك انا مسالش معناها متعاطف معاك من اعماق قلبي لانك يكفي انك ام هذا يخليني نتعاطف معاك ونحبك ونتمنى لك انه ربي يصبرك ربي فضلك قسما بالله نبكي عليك ربي فضلك عايشك ربي فضلك ميرسي سيده وسيله شنو تحب تقول مثلا نحبك تتلفت للكاميرا هذيك وتقول كلام او رساله الى امير قطر ولا مسؤولين القطريين نتمنى من امير قطر ومسؤولي قطر يقفوا معايا كيما وقفوا معايا تو يقفوا برهن وليدي مع راكم كبده راهو عندكم الكبده راهو عندكم الكبده اسدوا لي الرحمه يا ملك تميم يا شعب قطر يا شعب باهي يا شعب تقي يا شعب حق يقفوا معايا من جهه الله من جهه الله من جهه الله من جهه الله راهو وليدي فرد كعيب وراهو بري 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 وشنو تقول رئيس الجمهوريه قسما؟ رئيس الجمهوريه يقول بارك الله فيك ويكثر خيرك ومالك كل رئيس دوله بالحق تحمي امتك وتحمي شعبك كلكم رئيس الدولة حطوا فوق راس اللي يحمالي وليدي وحماني وتحت حمايته واني كيما ربي من فوق وربي من فوق وهو من لوط عنه ولدك اش كان يعمل في تونس قبل ما يسافر لقطر؟ ولدي يخدم مكياك الصيف ما لقاش ما لقاش وليدي خديم ما لقاش خدمة شنو كان يعمل؟ يخدم عند حانوت صانع يخدم مثلا في سوق ليبيا عند يبيع في الدبش يخدم مثلا يدرس صغيرات في تونس ما كانش معروف معناها عند الامن ولا عند الجيران ولا عند الواحد بالتطرف ولا ميول التطرف ولا ابدا يسهل عليه ويعقب تصور احنا نشكلوا بحث المحكمه بحث قصر العداله وبحث الشرط رئيس المرأة هاو تو برك كلمتني للسدة الجامعية نتاع قطر نتاع القلواء كلمتني اش عملت ويصير قطر ان شاء الله تحت لطف ربي معناه حذية قصر العدالة وحذية المحكمة الكبيرة
رئيس المركز بيد يقول لي امي وسيله كيفاش فخر يوقع في هكاك؟ قلت لهم اني وحدكم انتم تصرفوا وحدكم، انا ولدي هبط عليك موقع. يبدا راسه هكا لوطا. يا سمير. سمير وكان اليوم تكذب، تجي لتونس وتجي للقروان وتشوف سمعة فخر. حاشاك. مشاو له حتى للجامعة. واضح. مشاو له حتى للجامعة. أكثرش قال لي سيبتي والكابتة نتاعي لحومتي القروان جملة سهلوها. قال لهم هاي بلاصة فخري وي. واضح. يصلي وليدي يخدم على روحته ويصلي يجي قصة ملي يعرف لك سهرية ملي يعرف ولدي تتصوروا في مخكم آخر مرة مش نقولها لكم من كل فسوسة خاطر فيها ولد خويا ما يعرفش بلاد أخرى. أبو 26 سنة ما يعرفش بلاد أخرى. كان متدين تدين عادي معناها. وليدي عادي. يصلي يصيم وكهوة ما عندوش شكل البرنامج ولا ودي أنا واحد بحذايا. كنت ستة بتاع أيام وفرد قريبة خايفة عندي وليدي بحذايا. خاطر نحن في القروان من المغرب ما عادش عندنا حد كتلوى وقت تخول وقت الكل. صليت على روحك روح لدارك. صليت على روحك روح لدارك. واضح سيدي. سيدي حومتي. واضح واضح واضح. حومتي معروفة فيها كان الناس البلدان سميهم طرف طرف. سميهم طرف طرف وراهو مش يقولوا مش هامل ولدي راهو ولد فاميلا راهو ماليه كلهم لاباس عليهم من الطبه المحامين للبيلوتون تاع الطيارات من الكل مشيني هو خبيث ما تصورش يقول لصاحبي. سيدة وسيلة. نعطيك الكلمة الأخيرة. شنو هو تحب تقول في الاخر؟ نحب نقول فرق قلبك. نحب نقول يخلصوني بحال وليدي يجيبوه لي. يجيبوا لي وليدي. يجيبوا لي وليدي. جيتكم بالشاه يا تميم يا رئيس يا رئيس تونس يا رئيس قطر يا شعب قطر راني مهمتكم راني مهمتكم راني مهمتكم راني مهمتكم راني مهمتكم راكم عندكم الكبده بربي اطنغروا لي اطنغروا لي راه وليدي باري راه وليدي باري راه وليدي باري راه يبكي كالمرا يبكي كالمرا. سي سلاح الكلمة الأخيرة شنو تقول؟ والله أنا صراحة نحب نشكر رئيس الجمهورية لأنه أنا كنت شخصيا حاضر في آخر لحظة. نحب نشكر أيضا أمير قطر كي نحكيه وإحنا هنا ماناش باش نتهموا يعني الحفصي وسعي الحفصي بارك الله فيك وكل من دخل ونادي عكاشة مرزوقي الغنوشي كل ونحب نشكر أيضا أمير قطر لأنه هو اللي خذا القرار الأخير ودخل القضاء يرحم والدي والسياسي ما يتدخلش في القضاء ولا يتدخل بارك الله فيه يرحم بيو وما نتهموش القضاء ما نتهموش القضاء القطري لانه احنا دوله شقيقه اما راهي تاقع على تجاوزت هذه حتى في امريكا انا عايش 21 سنه فما قضايا يكون 50 سنه بعد 50 سنه يكتشفوا انه اي بريء بريء واحد منهم قال له ايش تطلب انت بعد 50 سنه؟ قال له انا نطلب القانون اللي اداني انه يتبدل القانون ما حشتيش للتعويض حتى شيء انا عمري 8 سنين قال ما حبش. لذلك انا نقول للاخوه في قطر والامير والقضاء القطري نحن لا نتهمكم لكن نقول لكم معناها اعيدوا الملف وراهي نفس تزهق ومن احياها فقد احيا الناس جميعا ومن معناها امات فقد امات تدخل واضح. امي وسيله ربي يصبرك ربي يقويك يعيشك اذا عنده حق ان شاء الله ياخذه ان شاء الله عيش اذا بريء ربي ظهر حقه ان شاء الله ان شاء الله اذا بريء ينصف القضاء هذا ما نجم نقوله نحن وانت معناها متعاطفين معاك من اعماق القلب لانك ام وما عندك حتى ذنب في الحكايه هذه وتقعد ام ومتفهمين مشاعرك ان شاء الله ربي معناها يسمعك خبر باهي ونحب مره اخرى نشكر رئاس الجمهوريه رئيس الجمهوريه ورئاس الجمهوريه بصفه عامه ونشكر السيد علي الحفصي اللي عمل مجهود كبير ونشكر القطريين اللي ساهموا منهم امير قطر منهم امير قطر ومنهم سفير تونس سفير قطر في تونس يرحم والديك يا امير قطر يرحم والديك. واضح واضح يعطيك الصحة شكرا سي سلام إلى اللقاء نخرج فاصل إشهاري ثم نعود للجزء الثالث.